الآن أوجه قلوبكم الآن إلى صاحبنا ومولانا، يقول أبا صبراً أبا صبراً يا صاحب الأمر، يراكم يشوفكم جاء إلى زيارة جدة. أبا صبراً يا صاحب الأمر، والخطب جليل يذيب قلب الصبور سيدي، أو تدري لم أحرق الباب بالنار؟ أو تدري لم أحرق الباب بالنار؟ أرادوا إطفاء ذاك النور، أو تدري ما صدر فاطمة ما المسمار؟ أو تدري ما صدر فاطمة ما المسمار؟ ما حال ضلعها المكسور؟ ما سقوط الجنين؟ ما حمرة العين؟ وما بال قرطها المنثور؟ دخلوا الدار، اقتحموا عيد باب فاطمة الزهراء، اقتحموا اقتحام، دخلوا الدار. هذا الشاعر هو سيد بعد، شو انا ما اقدر، يقول عن امه الزهراء: دخلوا الدار وهي حسرى بمرأى من علي ذاك الأبي الغيوري، واستداروا بغيا على أسد الله، فأضحى يقاد قود الأسير، ينظر الناس لا يرى من معين، وينادي ولا يرى من نصير، والبتول الزهراء من خلفهم تعثر في ذيل بردها المجرور، وتنادي خلوا ابن عمي عليا، وتنادي خلوا ابن عمي عليا، أو لأشكو إلى اللطيف الخبير. تالي الشجاني، ما دام أنتم يم الحسين أريدك الآن، نفسي ما يساعدني، ساعدوني بأنفاسكم بأصواتكم. تالي الشجاني وزاد همي وهي جاية الغمي، تالي الشجاني وزاد همي وهي جاية الغمي، وارخص غالي دموعي واجرى من الجفين دمي. يا من صاحت الزهرة، يا من صاحت الزهرة، خلوا عني بين عمي. صاح الرجس يا قنطور ولك بالصوت رد لي العزالك يا أبا عبد الله، رد ليها وروعها ولوعها وهي تنادي، لفرع واشتجي لله بكل اللي علي يسادي. يا خلوا عن الكرار لا تيتمون ولادي، يا خلوا عن الكرار لا تيتمون ولادي، تبكي والعصا ولا تتنوع على يديها، من ضرب العصا من ضرب العصا ما ظل، من ضرب العصا ما ظل حال لها ولا ظل حيل، لما ماتت بغصتها يا ويلي ولا يفيد الويل، غسلها علي بيده وجفنها ودفنها بليل. وويلاه ومصيبته، أين المنادي وفاطمته؟